بداية أعرف بنفسي، المستشار عبد الله النعيمي رئيس نيابة في إمارة أبوظبي بإدارة القضاء، وكان الشرف الكبير لنا تواجدنا في هذا المحفل العالمي والذي هو برعاية دائرة القضاء، وهذا يدل على مدى اهتمام دولة الإمارات بمثل هذه المحافل العالمية، وذلك وينطلق ذلك من خلال اهتمامها بالقوانين العالمية ومدى مواكبتها للتشريعات الدولية، وقد استفدنا من تواجدنا في هذا المؤتمر وتبادل الخبرات بين معظم الدول المهتمة في هذا المجال، وكذلك كان لنا السبق في إصدار تشريعات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث صدر قانون في عام 2006 يجرم جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، وتهتم دولة الإمارات بالتطور الذي تشهده المنظومة العالمية في مثل هذه الجرائم، ويتضح ذلك في تواجدنا الدائم في مثل هذه المؤتمرات. وعن نفسي فقد تشرفت بإلقاء كلمة في هذا المؤتمر أبرزت فيها دور دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، ويتضح ذلك في جميع المجالات، وتبنيها للركائز التي أسستها الأمم المتحدة.